قال محافظ صلاح الدين في كلمة له بالاحتفالية إن حافلة التحرير انطلقت من الضلوعية والتي ستنطلق منها رايات البناء والإعمار، مؤكدا أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى مشروع جديد يبني العراق ويلبي طموح أبنائه. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه البقعة من أرض الوطن التي انطلقت منها رايات التحرير وستنطلق منها رايات البناء والإعمار واتخاذ القرار السليم. نحن في مرحلة خطيرة من تاريخ العراق وفي مرحلة حساسة جدا، وأنتم تلاحظون الأحداث كيف تتداعى يوما بين آخر بين هيبة الدولة وبين وجود ملفات كثيرة لم تحل لحد الآن، المغيبين وغيرها من القضايا والمهجرين والذين يجب أن يعودوا إلى ديارهم ولم يعودوا. هذه القضية تحتاج إلى مشروع جديد، وهذا المشروع هو المشروع الوحيد الذي يستحق أن نكون جزء منه، مشروع تقدم. هذا المشروع سيبني العراق الجديد، العراق المتطور الذي يتناغم حاضره مع ماضيه. هذا المشروع بهذه الكفاءات وهذه الشفافية وهذه الوجوه وهذه الأيادي النظيفة التي تعمل في هذا المشروع سنغير كثير. نبدأ ببناء يشمل مراحل متعددة، ليس بناء على مستوى واحد، فالتفكير في كل الاتجاهات وهي كلها مترابطة سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.